متابعي قناة القاسمي للعقارات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع الجولات اللي كنقوم بها بمدينة فاس بعض الأحياء والتجزئات، وباش دائما الإخوان تصلوا بالجديد على قناة القاسمي للعقارات يوصلكم الإشعارات، فما تنسوش تابوناو فلاشين وفعلوا الجرس وديريجيم الفيديو. اليوم الإخوان احنا بتجزئة العنبرة، تجزئة العنبرة بمدينة فاس بالقرب من عين السمن. عين السمن اللي هي اللي على اليمن ديالنا، البنايات اللي كتبان لكم على اليمن هي عين السمن، وعلى الشمال اللي رحنا فيها الان هذه هي جزيئات العنبره. جزيئات العنبره ايضا من الجزيئات اللي كتعتبر جديده، غنحاولوا يعني الاخوان نمروا من بعد الازقه والشوارع ديال جزيئات العنبره باش تاخذوا فكره على التجزئه. هاد الجزيئة الإخوان كما كتلاحظوا أغلبية القطع اللي فيها الأغلبية تبنات، بالنسبة للموقع ديالها فموقع ديالها تقريبا موقع مزيان، لأنها فجزيئة قريبة كما قلت لكم من عين السمن، قريبة من حي بدر، قريبة من بن سودة ومن زواغة. ولا لاحظتوا هذا اللي أمامنا واد، هذا الواد اللي كيفصل ما بين عين السمن والعنبرة. وهذا مسجد عاد تبنى مؤخرا. هذه راه رومبوان كبيرة. انما كما كتشوفوا فجزيئات جديدة دائما ما كتكون معاك، كتكون مازال فيها الاشغال وهذه، فالشوارع والازقه كيكونوا مازالين شويه، كتلقى مازال ما كايناش التهيئه. وهذه مدرسه ديال التعليم الخصوصي، ايكول بريفي.
وصراحة الجزيرة أطلعن برا، فحاليا بدات كتنقى ولات فيها بعض الزناقي والشوارع اللي ولات يعني كما يجب في المستوى. فالزناقي اللي البنايات اللي فيها اكتملت في البناء وتفينات، فتتكون هكا يعني تتكون تنقات وما تيكونش فيها المخلفات ديال البناء، كتكون في المستوى صراحة. وهذه اللي علي من إعدادية، هذه إعدادية الإخوان، وهذه البنايات اللي كيبانوا قدامنا فهما ديال السكن الاقتصادي، شقق ديال السكن الاقتصادي الضحى. هادو هما الشقق ديال السكن الاقتصادي، هما هذا اللي قبالتنا تابعين للضحى. وبالنسبة للبنايات اللي كتواجد في هاد الجزيئة، جزيئة العنبرة، فتقريبا كلها اير بلس دو، يعني هي بنايات من طابقين فقط، اير بلس دو، سفلي زائد جوج طوابق، الا بعض الا البعض منها بحال هادو اللي على الشارع ديال دوبل فوا، اللي في الوسط ديال جزيئات العنبره، هما اللي ار بلس 3 و ار بلس 4، والباقي كله ار بلس 2. وهذه المقبرة اللي تابعة للعنبرة اللي راه كتبان عن بعد. هادو ايضا كما كتشوفوا ار بلس 4، هذه عمارات من 4 طوابق، ولكن الأغلبية اير بلس 2.
وحاليا في هذه الجزيرة فيها المحلات التجارية بطبيعة الحال، والمقاهي كتوفر على الحمام، والمساجد تقريبا 3 د المساجد. وبالنسبة للسويقة فالسويقة مشتركة ما بينها وبين عين سمن وزواغة، لأن جاية في الوسط السويقة. كيفما لاحظتوا فهاد الجزيئة تقريبا قربت تكتمل في البناء. وأغلبية الزناق ديالها تقريبا أغلبية تنقاو. هذه هي الإخوان جزيئة العنبرة، اللي كنحاولوا قدر المستطاع يعني اننا نقربكم من هذه الاحياء والجزيئات. هذه هي جزيئات العنبرة. شكرا لكم الاخوان على المتابعة. تابونا في لاشين، اللي مازال ما تابوناش في لاشين تابونا وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، وديروا جيم للفيديو الاخوان باش يوصل لاكبر عدد من المتابعين. شكرا لكم، ودمتم في صحة وسلامة وعافية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.